ريت يا معلم يا ريت. وين المشكلة؟ المشكلة انه ابو سعيد الطنبرجي لهلا ما اجا. تعال يا دحام مر علي، روح شوف لي ابو سعيد الطنبرجي وينه على السرير. وين بدي الاقيه هلا؟ لك روح على بيته على البنك، شو بيعرفني؟ ايش فيها من تحت الارض؟ بسرعة. عباس تعال معلم، تعال هون، روح جيب الكراجة من برا. توفيق وين توفيق؟ امرك معلم. روح على خان الزيت شوف لي كم عتال بسرعة. ما بدي ابي شيء بلاقي البضاعة هون. بسرعة شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام معلم، انا جاي من حما وجابكم البضاعه معي. يا ميت اهلين سهلين. بس في عربايتين من البضاعه تكسروا دواليبهم، الجماعه اللي عم يستنونا على الطريقه. شو هالحكي؟ ايه والله يا لطيف الطوف. يلا سيدي كله خير، كله خير باذن الله. فوزي مني معلمي. تعال روح على حاره طنابر، خد كم طنبور وتطلع بمعيه الاخ، بتجيبوا البضاعه وبترجعوا. صار معلم. لا تنسى تاخذ معك معلم مكن يصلح الدواليب تبع الطنابر بسرعه. لك عباس وين الكراجة؟ شو صار معك؟ والله يا معلمي ما حدا من الطنبرجية قبل يطلع معنا. وليش بقى؟ قال أبدعاس، أبدعاس عقيد حارة الطنابر، منبه على كل الطنبرجية، ممنوع ولا واحد منهم يدخل حارة القناية ولا يحمل منها ولو أشي صغيرة. أبو دعاس حسن تبعك فوزي لعند أبو كامل، ودحام لعند أبو مروان، وأنت بتطب رجلك تروح لعند أبو الدهب. قولوا له بقلكم أبو داغر بده طنابركم فزعة. لعيون شواربك عمي حسن، انت وابوك لك الزعيم فضله سابق علينا. مشكور عمي ابو الدهب، اصلا هذا عشمنا فيه. ولو يا ظافر تعال شوف حال موري. عبي وين بيت الطنابر؟ عم يحملوا بضاعه. منيح، بتنزلوا البضاعه كلها بالارض وتبعت الطنابر كلها لخان الزعيم ابو داغر. يلا حركه مثل ما عمل لك، تحرك لك تحرك. يلا نزل الضغط سيارنا. يا بيه يلا حمي حمي، بتسلم لي على الزعيم والطنابر بيكونوا وراك ولا يهمك. ماشي عمي مشكور، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. حركة يلا همي همي شباب. امرك معلم. اسمع لك ابني، بتروح لعند الزعيم بتسلم عليه وبتقله بيتموا عنده ليخلص منه. امرك معلم. يلا توكل على الله يا رب. روح خالي روح. وهلا شو بدنا نعمل اخي؟ هاي السوالات كيف بدنا نمشيها؟ تركها برضه. بس هيك بتعطل شغلنا واصحاب الكياس بيلومونا. اذا ولادين اصل ما بيلومونا، اما اذا طلعوا مو ولادين اصل بلا منهم وبلا من هيك زباين. شوفوا شغلكم شباب. هاي الطنابير يا بي. شوفوا شغلكم. على راسي. يلا شباب حملوا لي البضاعة لشوف على السريع. فوزي دحام قرب قول الله. يلا الله يعطيكم العافية. يلا توكلوا على الله. لا ماله غلطان، كتر خيره اللي عملنا كرامة. أبو عدنان أمور زعيم رايح مشتكي على أبو ساكو بالكركول. هو أحكي. اي نعم. مو اتفقتوا تحلوه عند المختار؟ صار زعيم بتقوم تروح تشتكي عليه على الكركول؟ ما تكبريه بالحارة. أنا كان قصدي خوفه بس. بدك تخوف جارك بالدرك؟ هي مو من شيء برجال. حسن مرمي يا بي. خد العهد من ابو عدنان ورصد له حسابه وكرمه. دخيلك يا زعيم مختار، انا داخل على عرضك. زعيم خلصت. انا ما بيشرفني ان شغل عندي واحد بيشتكي على جاره وعلى الكركون. بس والله يا زعيم يلا شو بدنا نعمل مشان ابو دعاس هذا اللي معطل شغل العالم كلهم؟ أبو دعاس أظهر من هيك بكتير. خذ أبو عدنان معك وروح وحلوها بالكركون. ماشي. للخير ساعي له، للخير ساعي له، نية سليمة وجاه حقا على الله فضله للأبد مدى. ايه سيدي نحن اجينا لعند جنابك مشان نفهم شو قصة الطنابر اليوم. يعني غريبة، هدول شغيلة على باب الله
وشغل بحارة القنايب والخان كتير كتير، ورزقتهم هون أحسن من باقي الحارات. إيه والله صحيح، وأبو داغير بكرون وهو أبو الكرم، والسبعة عام منكم كلياتكم معناته صاير شيء. إيه نعم، عقيدهم أبو دعاس مانعهم يجوا يشتغلوا عنا بالحارة. هلا أبو دعاس صار يأمر وينهي بالحارات؟ فشر، بس لأنه صغير وجبان عم يتاوع الدراويش. وليش عمل هالعملة بقى؟ أنا رح أقول لك. اليوم بعت ابني سالم يدقدس لي هون وهون شوف شو الحكاية. واحد بالطنبرجية قال له إنه كرامة عقيدهم أبو دعاس انهانت بحالة القناية، وإنه ما بيحملوا ولا أشي قبل ما ترد لهم كرامتهم. إذا أبو دعاس انظلم بالحارة فحقه عنا، أما إذا بده يفوت على الحارة ظالم فما له غير هي. هذا الطنبرة من الغوطة. شو أخذك على الغوطة؟ ما أنا من الغوطة، هونيك بيت عمي. خيرتني لك دحام، مرة بتقلي من القدس ومرة من الشام، وهلا عم تقلي من الغوطة، زالك على بر. أنا أصلي من القدس، بس ستي شامية وجدي استشهد هون بالشام. أيوة، خبي لي هالحكاية بتحكي لي إياها بتبقى بعدين على رواق. قلي شو وضعه هذا الطنبور؟ هذا الطنبور بضل بخدامتك لحتى ما يعود بدك يا ابنه. الله محيي أصلك لك دحام، الله محيي أصلك. شباب عملوا لي هالبضاعة على الطنبور، هم بي شباب بسرعة. معلمي قلي سمعت كلام بهمك. خير والله، القصة كبيرة كتير يا معلمي. هات لنشوف. على بينكم وبين حارة الطنابر في تار وبدهم يستدوه منكم. شو الحكي؟ ايه والله. إذا ما بتحلوا مشكلتكم مع الطنبرجية أنا ما عجيب شي. بس هيك بتعطلني لك أبو زهير. خليه بسلامته يحل لك مشكلتها. السلام عليكم. جاوبوا سيد تيسير. ايه بجاوبوا أخي بجاوبوا، وبحمل لك ياهن براسي كمان، ولا بخلي ابن مرة يعلم على حارتنا ويتطاول عليها. مو على أساس حارات وأخوة وولاد عم وبتكون تعملوا مثل الحارات الثانية وتنصبوا زعيم على الكل. هي حاجات الذكر. راسولاب ليش ليخرس أخي؟ ليش ليخرس؟ مشان طنبرجي قليل الأصل بيتحكم بالعباد، هذا ما تكون أرواحنا بين إيديه شو بيساوي فينا لكان؟ لعب على هالزغبة. إيه والله حترده تحت رحمة مين بدنا نعه؟ لك ما فشل حدا يحطنا تحت رحمته لك رشيد؟ ما خصباتهم هنن وكل مين بشد على إيدهم؟ ونحن أولاد الطاهرة. السلام عليكم زعيم. أهلا وسهلا. بعتني معلمي أبو الدهب زعيم البيادة، ومعي ثلاث طنابر وقال هدون بخدامتكم لحنا وياهم. حلف يمين بالله ما بنرجع لتقنا انت. اهلا وسهلا بالحامل والمحمول. الدهب بيضلوا دهب. دحام مور زعيم. شوف يا ابني، بتاخذ ثلاث طنابر، طنبر على خان الزيت، بتوصل طنبر على البزورية وطنبر للي عايزه، وبتقول له ما تاكلوا هم محلولة بإذن الله. أبي؟ يا بي شو يا بي؟ شو هاد؟ جبنا لك البضاعة من عند أبو زهير. وهي الكراجة لمين؟ هي بعتها أبي لأهل السوق بدون إجراء، يعني التحميل اليوم على حساب أبي الزعيم. لك شفت؟ شفت جدك الزعيم قديش غضاي؟ جدي شو دخله يا بي؟ لك شو دخله؟ مو جدك زعيم الحارة؟ وإيش كان يا بي؟ لسه بيلي وإيش كان؟ الزعيم بالفعل مو بالفشخرة والمنظرة. واللي بده يعمل جمال بده علي باب داره. نزلوا البضاعة لشوف، ودوروا بالكراجة على كل تجار السوق، وقولوا لهم اليوم التحميل على حساب الزعيم بداخل جيرون من حر ماله. نزلوا أبي نزلوا. أيوة أبو الشام. أيوة أخي. أيوة يا كبيرنا. يلا يا شباب يلا يعطيكم العافية. أخي هيك ما عاد يمشي الحال، هيك رح ينخرب بيتنا. ثلاث ارباع شغل الطنبرجية شاتنا بحارة القناية، والطنابر نصها واقف وما عم تجيب غلة. لك مو بس هيك، ما عاد حدا دفع متليك بنوب. ومشان قيمتك وقدرك اللي انغسل بحارتهم. الله يكبر شانك اخي. لا تكون صدقت. لك كل قيمتك وقدرك ما بساوي عندي نقل الطنبور، بس مشان قدري وسمعتي انا، لانك اخي ومحسوب علي، والله بلعني فيك. ماشي اخي، مثل ما بدك. بس هلا لازم تلاقي لنا حل مشان الطنابر اللي شغله واقف وما عم تجيب غله. محلوله غله رح تيجي لعندي لهون بدون ما احرك طنبر واحد، مو غله تنهار غله سنه.
الدعاس. مين؟ أنا سيك. منو أنت؟ أنا صافير بس ما بدي حدا يعرفني. شرف ميت أهلين. أهلين فيك. تفضل. تاج راسي. كلمتين ورد غطاه. حامل حمالي وماشي. دار عندك أمان؟ لا يا بضاي. صحيح نحن طنبرجية بس رجال ومنعجبك، ما في حدا غريب. أخي أبو الليل. والنعم والله. أهلي فيك. هذا حلوان الشيء اللي عملته بأبداغي بجماعة حارة العناية. شفت إنه نحن أبضايات ولما منقول منفعال. قول وفعل يا صاحبي. في شغلة ما عملوك مزبوط، يعني ما عم تفوت بقعلي انك بدك ياني اعمل هيك بحارة العناية مشان سحبت شبرية. اسمع عقيد، قصة ابن الزعيم لما سحب علي الشبرية بالخام هي الصغيرة. ايوه، وشو الكبيرة بقى؟ زعامة الحارة. عامل شو؟ يا بغل اخي، ليش هيك عم تحكي معي؟ ليش؟ هذا فهم عم قلك اني جاي اسبوع على حارة العناية، علم لك عليهم قلم قايم وطربش لك ياهم طربشة. ايه؟ سمعت المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ لو بدك بيض كان يتكاكل. ايه بس اخذني غدر. لك طلعت 60-70 كف ومزح فيك ارض الحارة وحملك تجلال وكل هذا غدر. طيب شو بدك تساوي؟ مو شغلك. روما خلقتي، روح شف لاشي كنيش تسلى معه. دحلوش مهر مع الميت. لك انت هون دخلا روح عمل لي نفس هرقيلة. حاضر معلمي. وزي وديت الاغراض لبيت اخي حامي؟ ايه معلمي وديتهم. الحرمة اللي هنيك اخذتهم مني وقالت لي الله يطعمه لمعلمك حسن اللي بباله وبجاه سيدنا النبي. الله يسمع منا. امين يا رب. خذ السلة تبع ابي وحطها جوا بالمكتب. صار معلمي. شو صار معك دحام؟ خلص معلمي، طوّت الطنبرين وتركت ثلاثة على باب الخان وعرفت لك الدباب. الله يعطيك العافية. وتوصيني شي تاني؟ سلامتك. تيسر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاود شيلني معلم. تيسر فوزي، تيسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي حسن. ايوه ابو عدنان. يا حي الله، اهلين وسهلين بالغالي. شلونك ابو عدنان؟ الحمد لله. راحت ما عم نام الليلة معلم حسن. خير اجي. هيك زعلت من حالي كثير لاني زعلتكم وما كان معي حق، ولا كان لازم اصبر على جاري مهما كان. بسيطه عمي ابو عدنان، بسيطه. لا والله مو بسيطه يا غالي، تاريني ما بقدر اعيش بلاكم وبلا الخان. ايه شاد الله. ونحن كمان مالنا غنى عنك. يعني رح ترجعوني مع الليل؟ انت روح على الخان ابو عدنان. حياتك سمعت حدا بيعيش بلا روح؟ الله يعزك بالدنيا وبالاخره ولا يدمك ويطعمك زوجي تحفظ اسمك ليوم الدين بجاه رب العالمين. الله يسمع منك ومنقول امين. امين. بس هلا بدي منك شغله. بدي تضل ببيتك كم يوم لحتى ما تهدأ الامور شوي. طيب معلم، خليني مداوم بالليل. منه بزبط لك الدفاتر والحسابات، ومنه بسجل لك الصادر والوارد على الدفتر الكبير، ومنه بنقل لك الدفاتر والفواتير، وانت بس تيجي الصبح تستلمهم مني. ماشي يا ابو عدنان، انت بتأمر. المفتاح على المكتب والدفاتر بمحلهم. الدحروج تعال عندي. أمرك معلي. نخ كمان. شو سمعت ولا؟ الله وكيلك ما سمعت شيء، كنت نايم. شايف هاي النار ولا؟ شايف هاي النار؟ والله يطعميك يا إذا بسمع ابن مرة بيعرف شو عم بيصير هون. أمرك معلي. قوم جدد لي نفس الأرجيلة. قوم روح يلا. Thank you.
زعيم غدروني غدر وما تحركت من هون. وصلت ابو عدنان لعند الحكيم. ان شاء الله ما تأذى كثير. بس ايدي زعيم. يا ابي ابو عدنان هو اللي طفى الحريق. مين؟ أنا اللي لبست أخوك جلال، جاري لبسك كفلك. يستر عرضك، أنا ما دخلني. صلاحك أنت، بكرة بدي أرجع للطنابر على حارة القناية ويرجع الشغل مثل ما كان وأحسن، وإلا راسك ما بيكفيني، عم تفهم؟ يستر عرضك. شوف أنا ماشي هلا، إذا كان بيخطر ببالك بس تلتفت لورا، البواردية اللي معي بدي أفجروا راسك. رح أكتفي هالمرة بعلامة صغيرة. والله علمنا علمكم، بس اذا بيترتب شيء علينا نحن رقبتنا سدادي. طيب ليش اللي عمل العمله مستقصدكم الكم خصنا؟ شلون يعني مستقصدنا عمي؟ اللي حرق الطنابر، حرق الطنابر اللي جنب الخان تبعك، وطنابر خان الزيت، وكل شيء في طنابر بالسوق. مظبوط، يعني كل شيء ضدكم. شلون ضدنا؟ هلا الطنابر اللي احترقت مين جاب على السوق بعد التجار؟ نحن من حرمالنا. ايه ها باينه مثل عين الشمس. روّي أبو شريف، روّي. يلي صار صار علينا كلنا، ولازم نتحمله مع بعض. خلصت. أبو شريف عم يحكي صح، كل العطل والضرر اللي صار أنا بتحمل مسؤوليته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زعيم بارح كان عندنا نقص بالطنابر شوي وقصرنا عليكم، فسامحونا، واليوم كله رجع لشغله مثل ما كان. أخي شغلة الطنابر هي فركة إذن صغيرة، بس الثقيل جاي. ايوه يعني مو مثل ما سمعت. شو سمعت؟ والله يا صاحبي عم يقولوا لو ما خاف وجبان ما كان تراجع. شي ومين بكل حارة القناية خرج يحكي عني هيك حكي؟ جماعة اللي اسم واحد لصدقك. هلا مو ضروري يقول لك مين اللي حكى. لك انا قليه بوش. شلون يعني؟ يعني مثل ما قلت لك، تريك هالشغلة علي ولا تاخذ وتعطي فيها، لانه اللي عم خطط له لا حارة القناية ولا حارة الطواحين ولا البيادر بيقدروا يوقفوا بيوشو. مثل شو؟ بدي خليهم ما يناموا الليل وما حدا يطيق حدا، ولنشوف لمين العقادة ومين خرج يكون زعيم على كل الحارات. بعرضي انك داهي يا عبدعاس. انت خليك معي اصلي وشوف شو بساوي لك فيهم. شوف يا صاحبي، انا كل شي بدي اياه انه قصتي تخلص. فهمان؟ وحياتك لك ظافر لتجيك الزعامة لعندك. لك الله محييك عقيد. خاطرة ميت أهلي شرفت. الله معك. لك انت شو عم تعمل هون؟ انت ناديت لي من قبل ما يجي هاد العقيد ويقعد عندك معلمي. ومين قال لك انه هذا الصرصور عقيد ولا؟ أنا مرة سمعتك عم تقله مرة زعيم ومرة عقيد. ها يعني كنت عم تسمع الحديث اللي صار بيناتنا. إن شاء الله بتنبخش أدني إذا سمعت شي. أنا لا سمعت شي ولا شفت شي معلمي. إن شاء الله تنبخش كلياتك. قرب لهون قرب.